الأغنية الشعبية باقي عندها مواليها، ما عمر الأغنية تحيد المغربية الشعبية الحقيقية حتى يموتوا المغاربة. عاد ممكن تنقارض، ما غاش نقولوا واش كتنقارض ولا ما تنقارش، لا، ولكن اللي كيقول لك كتهدد بانقراض، لا، كتناظر عندها الأعمدة ديالها وباقي عندها الناس ديالها. والمغاربة دائما تيمشيو للأغنية اللي هي محض مغربية، ضروري كيمشيو يقلبوا عليها. أما هاد الشباب نتمنى إن شاء الله يقلبوا على الحقيقة، أو ضروري يوصلوا للهدف اللي هما بغاو. أما إلا بقاو غير مثلا كيف تنقول واحد المصطلح بحال الشناوة، أظن لا، والشناوة راه عندهم كاليتي مزيانة. إلا قلبوا على الكاليتي مزيان ومشاو قلبوا على المصدر منين جات الأغنية الشعبية المغربية وسولوا على مواليها، ممكن يعرفوا الحقيقة. الفنان اللي هو فنان، أنا كنضرك على راسي، أنا كل واحد يتحمل مسؤوليته. أنا لا منتمي، أنا عرض عليا خنوش ولا يعرض عليا اي وزير، نمشي لعندو اي حزب نمشي لعندو، انا ملك الجميع، ما ملك حتى واحد. يعيطوا ليا العالم نمشي لعندهم، لان المجال ديالي انا ما ملك حتى واحد ولا منتمي. وتنقولها ونتحمل مسؤوليتي، هذا النداء ديالي، هذا هو اللي تنقول باش نوصل رساله حتى الناس اللي هما واقيلا غالطين كيسحبوني منتمي لشي حزب. انا لا منتمي، الحزب ديالي هو الكمانجة. شكرا للدار وتشكركم على الاستضافة واللي خليتوني غادي نتواصل مع الجمهور ديالي المغربي. تنقول لكم تنموت عليكم وتنبغيكم وجميع المغاربة أين كانوا، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، وتنبغيهم يتبعوني على الموقع ديال الدار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.